السلام عليكم. هذه مؤسسة عالمية تختص في إنشاء الملاعب، والمناسبة تاع ذكر هذه المؤسسة هو أنها اتخذت ملعب معسكر أو ملعب سيج من ضمن أحسن الملاعب التي تم بناؤها في سنة 2022. وهذه مؤسسة عالمية كما نشاهد هنا، stadiumdb.com، هي تدير ان سونداج، تدير استجواب للمتتبعين باه يعرفوا من هو أجمل ملعب تم إنشاؤه في سنة 2022. في كل سنة يعني تديرو، وفي السنة 2022 اللي تم تدشين فيه ملعب معسكر أدرج ضمن أفضل الملاعب. وهنا نشوف الملاعب من كل دول العالم، برازيل، حتى البرازيل مدرجة في هذا يعني الترتيب. ونشاهد هنا ملعب في ماليزيا، إندونيسيا، وملعب في الصين، وهذا سيتي بارك، ملعب في الولايات المتحدة الأمريكية في سان لويس. وهنا نشاهد ملعب في الصين كذلك. إذن كل هذه الملاعب في تركيا، في الباراغواي، في الولايات المتحدة الأمريكية. إذن كل هذه الملاعب تخضع لترتيب. وهنا نشوف أن الملعب هذا تاع الجزائر، ملعب عبد الكريم كاروم، الذي يقع في إذن في سيج، واللي يعني الكاباسيتي تاعو هي 20,000 متفرج، وتم بناؤه في 2022 وبقيمة مالية 11.6 مليون دولار. إذن هذا هما الملعب نتاع سيج، هو مدرج في أفضل الملاعب التي بنيت في سنة 2022. وها هي هنايا يعني الانتخابات نتاع الناس اللي تفضل الملعب هذا، وتمد الكلاسمون يعني الترتيب نتاع الملاعب هادو. إذا نشاهد ملعب السنغال كذلك مدرج. وهنا الكاباسيتي يعني السعة نتاع الملعب لا تهم، كاين ملاعب الصغار كما مثلا هذا الملعب فيه 18,000 صيغة نتاعو، وفي بولونيا، يقع في بولونيا، فيه 18,000. لكن الشكل ديالو، نشوفوا الشكل ديالو. إذا ما نستصغرش ملعب إذا كانت الصيغة نتاعو قليلة كما ملعب سيج، ما نحقروهش، ما لازمش نحقروه، ما لازمش، لازم نوضعو في الـ في الـ في, الـ في يعني في المحتوى نتاعو. هو ملعب تاع مدينة صغيرة، فإذا فهو يعني يناسب الكثافة السكانية تاع مدينة سيك، وحتى مستوى تاع الفرق الموجودين في مدينة يعني في المنطقة تاع سيك. إذا هذا الأمر هذا لازم نفهموه. هنا نشوف أن هذا ملعب فيه 12,000 متفرج، هذا هنا 12,000 متفرج، ويقع في رومانيا. إذا ومدرج من بين مع الملاعب هذه، كل هذه الملاعب تم تدشينها في سنة 2022. أكيد أن ملعب سيج ما راح هو راح يكون أفضل ملعب في العالم، لكن هو مدرج كملعب عادي. وها نشوفه هنا ملعب عبد الكريم كاروم سيج ألجيريا. إذا أنا نهضر عن الناس هذه اللي تقطع بدون ما تعرف، وتقطع وتشرك في فمها، أنا نقول لهم يسكتوا، يعني يقول كلام مليح ولا صمت ولا اسكت، هذا ما كان. إذن هذا هو الترتيب اللي راه ساري ولا انتهى، ما عرفتش التاريخ نتاع النشر هذا. إذن هذه هي وهذا هو الموقع stadiumdb.com. إذن وتوفى إن شاء الله نشاهد ملاعب أخرى في أماكن أخرى إن شاء الله. والسلام عليكم.